قبل مشاهدتك للفيديو لا تنسى الاشتراك بقناتنا ميديا لايف والضغط على زر الجرس للتوصل بآخر الأخبار. السيد فخر الدين جيلالي من ساكنة رياض الهدى النسيم المحمدية. المشكل اللي عندنا سيدي دابا وهو واحد مع السيد مدير شركة بروكسيليوم، كانت عندنا مكلفة بهذا الشيء ديال النظافة والحراسة، تتفوجئنا في آخر على بأن هزات رحيلة وزادت بحالة دون سابق إعلان. مؤخرا حتى تفاجئنا بواحد الجمع العام، قال لنا ندير لكم جمع عام، قال لك ما كاينش النصاب، أو الثاني رجع قال لك واحد السيمانة ولا 10 أيام رجع عندنا. هذا الممثل ديال الشركة ديال بروكسيليوم، فإذا تفوجئنا أن السيد جيب معاه عون، ريحنا. ملي ريحنا معاه داز معاه هنا واحد المدة حتى تفاجئنا بهذاك السيد، ما درنا معاه حنا حتى شي حاجة، ماشي موقعنا معاه لا ورقة لا حتى شي حاجة، بدا كيقول لنا عندكم ما عندكم، حنا ما درنا معاه حتى شي حاجة. هذاك السيد لا الممثل ديال الشركة داز خرج، الناس بداو كيغوتوا. حنا قال لنا باللي هو بغى سيدي يدير لنا مكتب، حنا قلنا ليه متشبتين بالمكتب ديالنا الاتحاد والناس كيغوتوا لحد الساعة. هو ناض، الناس ما قبلوا منه حتى شي حاجة. قال لي غتجيب لي المحضر ديال الجمع العام التأسيسي ديال الاتحاد، حنا مكونين بعدا مكريين جمع عام تأسيسي ديالنا نهار 4/9/2016. ناضوا خرجوا مشاو بحالاتهم، تتفوجئنا على بأننا بعث لي عون قضائي بمحضر ديال العون القضائي اللي حضر معنا، في على بأن هذاك السيد كون لينا مكتب نهار 24/10/2018، وحنا مسبقا راه حكيت لك على بأن المكتب ديالنا نهار 4/9/2016. إذا هذا المحضر ما تفهمش ليا، وتم على بأن الباساسيو بيني وبينهم سلموني وسلمتهم وما كاينش هاد الشيء بتاتا. حنا حاليا غنطعنوا في هاد المحضر ديال هاد العون القضائي. فهاد المحضر كاين شي فلوس؟ قال لكم انه كيتسالكم. كاين الفلوس من انا غاجيك الهضره. ناض سيدي هي هذيك ملي توصلت بالمحضر على بانه صيفط لينا، راه صورتي المحضر على بانه كيتسنى واحد المبلغ ديال 468,333.96 درهم كيتسالى لينا حنايا. حنا ما بيننا وبين هذا السيد والو، نهار اللي بغينا ندخلو علاش دخلنا؟ دخلنا على بان هذا السيد نهار دخلنا خلصنا 1440 درهم، قال لينا مدة 18 شهر. هذا 440 درهم ديال السنديك اللي خلصنا، مقابل ديالها 18 شهر 80 درهم شهريا. قلنا لي واش هذا الشيء؟ قال لك نهار اللي غتكملوا هذه المده ديالكم هذا هو الخلاص ديالكم ديال 18 شهر. هذا السيد اذا دابا اشنو تفاجئنا بهذا المبلغ ديال اللي قلت لك ديال رجال 47 مليون، فاش كيتسالى لينا؟ مخلصين كل شيء دابا مقابل المفاتيح هذيك 1440 درهم. راه كتعرف الانسان ملي كيبغي يدخل راه يقتني المحل ديالو، خاصو لابد ياخذ المفاتيح وما كيفرضوا عليه هذيك، وهذيك 1440 درهم راه غير قانونيه هي. واش فهمتيني على الاخ؟ هادشي هو اللي كاين دابا لحد الساعه. ها؟ كنطالبوا على قبل شهاده غنطعنوا ان شاء الله في هذا المحضر ديال هذا العول القضائي. على قبل الناس حاضرين، كل شيء حاضر. كاينين عندنا الشهود اللي حاضرين هذيك النهار. وهاد الناس راه لا اله الا الله وصف. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حسن فتاش من الساكنه ديال رياض الهدى، وانا متضرر من هاد القضيه ديال السانديك، سيرتو السانديك. لان السانديك اولا ماشي حنا اللي، ماشي الساكنه هي اللي جابته، هاد البروموتور هو اللي فرض علينا هاد السانديك هذا. ودابا الحاج فخر الدين كيعلمنا بانه قدم بنا دعوه بانه كيتسال للساكنه واحد المبلغ يعني ديال 40 ولا 42 مليون ولا ما عرفتش. حنا ما كنعرفوش، اولا ما كنعرفوش، هو البروموتور هو اللي فرض علينا هاد
ومن ناحيه اخرى من ناحيه السكنه يعني كاين من بغينا ناخذوا السكن يعني كيقولوا لنا بان كاين المسجد كاين هادي كاين المارشي كاين الحمام كاين هادي حتى حاجه ما كاينه من هادشي حتى من الساحه الخضراء يعني الساحه ديال فين يخرجوا الوليدات وفين يدوروا مثلا الانسان يفوج على راسه ما كاينش ساكنة يعني بحال صنادق يعني طالبوا يعني كنطالبوا بهذا السيد بعدا هذا الحيف ديال انه يفرض علينا كيتسنى 46 مليون يعني هو اولا ما كانش داير الخدمه ديالو هاد 18 شهر خاض الفلوس ديالها ومني قربت مني سالت 18 شهر حبس يعني حتى الجمع العام اللي دار معنا باطل الجمع العام حنا جينا جرينا عليه حنا الساكنه واي واحد حنا اي واحد سولتيه ما درنا معاه لا حتى شي حاجه هو قال بانه كري لنا المكتب ودرنا المكتب دار قبل يعني في 2016 هو ما دار الجمع حتى 2017 ملي كمل 18 شهر ديالو وناشد السيد العامل ديال العمالات المحمديه على باننا من الساكنه ديال رياض الهدى النسيم على باننا عندنا وقعه ارضيه كاتبنا السيد العامل في هذا الموضوع عده مرات وناشد مره اخرى السيد العامل على باننا حنا هذاك المسجد يشوف لينا مع هذا السيد يبنيه لينا وشكرا.